ديفيد روكفلر ايوه قابلك في يوم وحكى لك عن والدك وعن موضوع الأسهم، ايوه أنا ودي تحكي لي القصة دي. احكي لك لو. والدي كان هذه صارت في التسعينات، في اوائل التسعينات، كان ديفيد روكفلر جاي للمملكة، ووالدي كان يتعالج في أمريكا، فطلب مني أسوي له حفلة عشاء بسيطة. فوصل ديفيد روكفلر قبل الزوار عشان نتكلم نتكلم، وإحنا بالمكالمة قال لي: لبنى، خليني أقول لك شيء عن والدك ما تعرفيه. قلت له: بليز خبرني. فأخبرني قصته لما اتصل فيه أحد من البنوك وقال له: في شخص يبي يقابلك، سعودي. قال: سعودي؟ كان هو مو مقابل أي شخص سعودي. قال لي: ودخل علي رجل قصير كذا، جلس معي، قال لي، وابتدأ يسأل ويبي يعرف عن بنك تشيس مانهاتن بنك. كان ديفيد روكفيلر هو معروف من أحد أعمدة نيويورك وأعمدة البزنس في أمريكا، من كان وقتها التشيرمان والسي اي او، الرئيس التنفيذي مال تشيس مانهاتن بانك. فابتدى والدي بالأسئلة له، قال لي: بعد شوي لبنى أنا اكتشفت أنه هو يعرف عن البنك أكثر مني. هذا يعني سوى الهومورك، سوى الواجب ماله، تحضر نفسه، وابتدى يسأله، وابتدت العلاقة بينهم وقويت العلاقة أكثر وأكثر مع الوقت. بعدين لما والدي حب يزيد كمية الأسهم اللي كان يمتلكها في تشيس، سأل ديفيد، قال له: تسمح لي أزيد حصتي في تشيس؟ قال له: تفضل. بعدين قال لي: بعدين اكتشفت أنه وقف في زيادة الحصة. فسألته: سليمان، أنت ليش وقفت على هذا الحد؟ فجوابه له كان: ديفيد، هذا البنك لك، This is your bank، هذا البنك لك، أنا أستثمر علشانك في البنك، فأنت لازم تكون دائما لن أتجاوز حصتك أنت يا ديفيد. لن أتجاوز حصتك.